تخيل هركليز مين؟ واو انت مين؟ عالي حركات عالي؟ كنت فين يا علي؟ امك بتدور عليك. علي انت ايه اللي نفخك كده؟ لا انا ما اتنفختش، انا عملت فورمة. فورمة الساحل اللي طول عمري بسمع عنها. دون تاتش. انت بيلعب يا كوكي بيلعب. مش من حقك تلمسيني، احنا لسه متطلعين. هلمسك؟ طبعا خايف اعرف الحشو اللي انت حاطه جوه الهدوم. حشو ايه يا ماما؟ قصدك النيو لوك اللي انا عامله. شكلك هتتهبلي عليا. هتهبل على ايه بلا خيبه؟ انت فاكر ان العضلات دي حاجه حلوه قوي؟ لعلمك دي بقت حاجه بيئه. انا لو كنت شفتك كده من الاول كنت عمري ما افكر اتجوزك. هعملك ايه يا انجي بقى؟ انا بعمل اي حاجه عشان ارضيكي ونرجع لبعض ونلم عيالنا حوالينا، لكن الظاهر عليك انك انت اللي مصممه. خلاص بقى انت حره، انا ماشي. علي. نعم. مالك يا علي في ايه؟ اوعى. اصل المجنس تعبني شويه. مجنس؟ ده بيقول على السمانه مجنس. اسكتي بقى اسكتي بقى، ده قطع قلبي بقى. حرام عليكي، ده ايه يا حرام عليكي؟ انت قلبك قاسي. حرام عليكي، ده مجنسه كلها وجعته. حرام، انت قاسيه يا بنتي، قاسيه والله. انا قاسيه؟ هو لسه شفق ساوى؟ انا لسه هخلي كل عضلات جسمه عضله عضله يتشدوا ما عدا عضله واحده بس. عضلة ايه؟ عضلة القلب طبعا. انت افتكرتي ايه؟ ها؟ رد؟ سامح رد؟ ما ردش، ما ردش، ما ردش. طب كلمه تاني. كلمته 75 مرة. بيعجبني فيه تقله. تقله؟ ده وقت حب يا ميسون. طب كلمه، ولو رد عليك قول له يجي حالا، ولو ما جاش انا هنتحر. لعلمك لو انا قلت انك هتنتحري انا مش هشوف خلقته غير وهو بيعزني فيكي. طب وبعدين؟ بس انا جاتلي فكره هتجيبه على ملا وشه. هتعمل ايه؟ هبعت له رساله اقول له تعالى هدي لك مكافاه. يس. 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايه البخل ده يا جميل؟ طب قول له 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ انت عبيطه انت باين ولا ايه؟ اه عبيطه. ما انا مش انا عايز افهم، هو شعرك اتغير عن المره اللي فاتت ولا في كل مره في حاجه غريبه يعني؟ على حسب مودي. اه شكل مودك النهارده اسود. بصي سامح ده انا حافظه كويس قوي، عارفه لو قلت له هدي لك 50 جنيه مكافاه هيجي جري لحد هنا. انا جيت، فين المكافاه؟ جيت. وصلت انت؟ انت كنت فين؟ اصلا استخبيت في الحمام لما شفت ميسون هانم وصلت. هانم طالعه من بقك زي العسل. هي المكافأة كام؟ انا المكافأة. كام المكافأة يا استاذنا؟ المكافأة 1000 جنيه. بص يا استاذ جميل، هديك ال 1000 جنيه من جيبي واخصم مني 3 اشهر بس سيبني اروح. سامح 1500 يا سامح. ادي يا مام 1750 يا سامح. 2000 يا زفت. خلاص تعمل ايه؟ البي فاكرني اول ما اشوفه بعضلاته المنفوخه هقول له حوش يا حواش، شيلني يا حواش، اطلع بينا على المأذون يا حواش. بص بقى يا انجي، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انا صاحبتك برضو. انا بصراحه مش موافقه خالص على اللي انت بتعمليه مع علي ده. يا سلام، يعني انت موافقه بعد كل اللي حصل فيا ان انا ارجع له بسهوله كده؟ ايه سهيله، ايه حرام عليك اللي بتتكلمي عليها ده؟ انت بهدلت حواش ومرمطت حواش وضيعت حواش. حرام عليك، ده انت جننتيه وديتيه للدكتور، ده انت نفختيه يا انجي. عايزه ايه تاني؟ عايزه يقول جاي، مش هعمل كده تاني. مرفوعين ومنصوبين وليس أبداً مجرورين. آه ياني ياني ياني، مش هعمل كده تاني. إيه ده يا علي ده؟ أنت منزلني من بيتي يوم أجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حالي حسين، أنا مش طايق نفسي ولا طايق أطلع شقتي ولا طايق العمارة باللي فيها وزهقان من عشتي. وأنا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل، وابو المره قبلك.
يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي، قلت اضرب القميص ده له يمكن احلاوه زياده. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل عضلات اعمل زي بص شايف الاسلام؟ قصدك شويه اللحمه دول؟ دول لا 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 دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي يخرب بيتك؟ افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا نسا انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. هاي امشي بيت من هنا لحبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا يا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز. انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايز رقمي؟ لا انا عايز رقمه هو. هحبسك انت كمان. اللي قول لي يا موحه. واقول لك موحه ليه؟ يا سامح ما يبقاش مخك مقفل. موحه بتدلعك يا اخي. ها هنكتب الكتاب النهارده ولا انت مش مستعد؟ كاتب كتاب مين؟ هو انت ربنا كرمك ولقيت عريس؟ من تقلك. سامح تعال عايزك. انا بصراحه استاذ جميل بيتقلق منك. ما تقلقش ده هيقول لك على شوية نصايح عشان ليلة الدخل. نهار اسود. تعالى يا موحة، تعالى يا حبيبي. تعالى يا اخويا، تعالى تعالى. بص يا موحة. نعم. بص يا حبيبي. سميرة. ايوه. بص خد ال 50 جنيه دي. عايزك تنزل تحت في كشري الكوثر اللي هو بعد مننا كده حوالي 2-3 كيلو. واخد بالك؟ عايزك تروح تاخد ميسون تاكل كشري هناك وتشبرق نفسك. يعني تجيب رز بلبن، مهلبيه، حاجه ساقعه، وبعدين خدوا تاكسي عشان الدنيا حر، تاكسي لحد هناك، وبعدين تاكسي توصل بيه ميسون، ها؟ دول يا استاذ جميل، ال 50 جنيه بتبيض ولا انا مش عارف حاجه؟ لا يا اخويا بتولد، دمه خفيفه ميسون، ها؟ صح؟ صح. بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تروح انت وهي بعد ما تخلصوا اكل وتتبسطوا تتفقوا على كل حاجه، المهر والعفش والمؤخر كل حاجه. يا استاذ جميل انت عارف ان انا معيش فلوس لده كله، انا على البلاطه. انا اللي هتنيل وهدفع، هتنيل وادفع، المهم اخلص منكم انتوا الاثنين. موحى ها ازغرت بقى؟ لا صوت احسن.